بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو نطق كلمات حصة تانية ابتدائي يوم الأربع 29 نوفمبر. هاتم is healthy. هاتم is healthy. حاتم يكون بصحة جيدة أو صحيح البدن. اتش كابيتال طبعا لأن فاول الجملة. ATEM is IS healthy HEA تنطق ELTH تنطق ثا Y نقطة full stop. gray رمادي أو رصاصي gray GRAY تنطق A. He doesn't watch too much TV نقطة full stop. هو لا يشاهد الكثير جدا من التلفاز. طبعا جملة جميلة جدا. He H capital N في أول الجملة طبعا. Doesn't DOES إن أبوستروفي T اختصار لكلمة not إن O T watch W A T C H تنطق تشاء والA بضم فيها شوية O to T O O تنطق U much M-U-C-H تنطق تشا و-T-V الاثنين كابيتال لأنها اختصار لكلمة تلفزيون. نقطة فول ستوب. نكمل مع بعض كلماتنا. Unhealthy غير صحي أو غير صحيح البدن. U-N-H-E-A تنطق E-E-L-T-H تنطق ثاء Y Water ماء أو يروي أو يسقي. W A تنطق O T E S W A R eat يأكل. E A تنطق E E T. طبعا الكلمات اللي فوق كنا خدنا برضو قاعدة الجمع وطبقنا عليها والطرح. 20 plus 10 is 30 full stop. 20 زائد 10 يساوي 30. 20 T capital لأنها في أول الجملة طبعا W E N T Y plus P L U S 10 T E N is أو equals I S 30 T H تنطق ثا I R T Y نقطة full stop. 60 minus 10 is 50. 60 minus 10 is 50. 60 ناقص 10 بيساوي 50 فول ستوب. 60 اس كابيتال طبعا لان في اول الجمله اي اكس تي واي ماينس ام اي ان يو اس 10 تي اي ان از اي اس 50 اف اي اف تي واي نقطه فول ستوب. التمارين بتاعتنا نكمل مع بعض الايه الكلمات. طعام او غذاء فود F O O تنطق O D to جدا أو للغاية to T O O تنطق O much M U كلمة much كثير ليه طبعا للمفرد الذي لا يعد. M U C H تنطق تشا. T V لسه قايلنا دلوقتي كابيتال لأنها اختصارات. Exercise يتمرن أو يتدرب أو تمرين أو تدريب أو يمارس. E-X-E-R-C-I-S تنطق زاء لا طبعا وقع بين حروف متحركة والإي سايلانت. Doesn't يعني لا للمفرد. D-O-E-S-N apostrophe T وده الواجب بتاعنا. وبكده خلصنا كل شغلنا الحصة اللي فاتت. نرجو التركيز والمذاكرة جدا والاهتمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.